فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قلنا بأن الاعتقاد بأن غير الله يعلم الغيب هو شرك أكبر وكفر، لقلنا بناء على ذلك بأن من يقول إن عليا رضي الله عنه يعلم الغيب أنهم قد أشركوا بالله، فهل هذا صحيح هذا الفهم؟ نعم، واضح. اللي يدعي أن غير الله يعلم الغيب، علي أو غيره، هذا شرك أكبر، إلا من أطلعه الله على ذلك وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. غير الرسل ما يمكن، لا لعلي ولا لغيره، هذه معجزة للرسل خاصة. نعم.